في حفل حضره سفير المملكة العربية السعودية لدى كينيا وهو القائم أيضا بأعمال السفارة السعودية في الصومال، أعلنت الحملة الوطنية السعودية لإغاثة الشعب الصومالي عن تجهيز 25,000 سلة غذائية لنصرة المتضررين من الجفاف في مناطق أرض الصومال التي تشهد جفافا عارما منذ سنوات. ونرجو من الله تعالى جلت قدرته أن يوفقنا لإيصال هذه المساعدات إلى المستحقين. شعارنا لبيك شقيقي. من توجيه مولاي خادم الحرمين الشريفين وبتوجيه من مولاي ولي العهد الأمير محمد بن نايف وبتوجيه من معالي وزير الخارجية الدكتور عادل جبير، لنتواصل مع أخوتنا مباشرة ونقوم بالإشراف بشكل مباشر على توزيع السلال الغذائية للإخوة المتضررين من موجة الجفاف التي ضربت إقليم صوماليلاند. حكومة أرض الصومالي التي كانت أعلنت انفصالها عن بقية الصومالي بشكل أحادي رحبت بالمبادرة السعودية ووصفتها بأكبر عملية عربية إنسانية تغيث مناطق أرض الصومالي وأهله. كما ترون فإننا اليوم في الصباح المبارك الميمون استلمنا من الحملة الوطنية السعودية لإغاثة الشعب الصومالي مواد غذائية أو سلال غذائية تتكون أو تصل إلى 25,000 عائلة أو أسرة، واستجابة للنداء العاجل الذي يعني طلب منه نائب رئيس جمهورية صوماليلاند وهو رئيس أيضا اللجنة الوطنية لإغاثة الشعب صوماليلاند. وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم توزيع هذه المؤن الغذائية على المحتاجين. عبد الرحمن بخاري، العربية، هرقيسة.